أيها المشاهدون لي في هذه القناة، لقد بلغنا خبر وفاة حبيبنا وأخينا سعادة الشيخ صالح بن عبد الله كامل. بادئ ذي بدء أسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يغفر لك يا أبا عبد الله، أسأل الله أن يغفر لك وأن يرحمك، أسأل الله أن يغفر ذنبك ويعلي مقامك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشيخ صالح بن عبد الله كامل هو الذي أنشأ هذه القناة ورعاها وسار معها مؤيداً ناصراً قوياً حتى بلغ صوتها آفاق الأرض، تعلم الناس دين الله وتبلغهم المنهج المعتدل الوسطي الكريم العظيم المتصف المتسق مع منهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وزاد في فضلها أنها امتدت في لغاتها إلى أن صارت بثلاث لغات تخاطب أهل الأرض. من بشائر الخير له والذي يعزي فيه أبناءه وبناته وأهله جميعاً، زوجاته وأهله، مما أعزيهم فيه وأعزي نفسي وأعزي محبيه ولكل محب للخير، أن الرجل مات في النهار صائماً وفي الليل قائماً. لقد مات وهو يصلي لله صلاة التراويح بالأمس، وقبضت روحه وهو يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني ورواه الإمام أحمد: من مات في يوم صائما فيه أدخله الله الجنة، من صام يوما في سبيل الله ختم له به أدخله الله الجنة، فقد ختم الله له صام النهار وقام الليل. شيخ صالح كامل له بصمات مباركة خيرة فاضلة، هو رائد من رواد الاقتصاد الإسلامي، لم يكتفي بأن يستفيد منه مالا ولكنه عمل على تأصيل هذا المسار من خلال مركز الاقتصاد الإسلامي الذي بناه بجوار جامعة الأزهر، ومن خلال الندوة الفقهية السنوية التي يستقطب لها رجال العلم من شتى بقاع العالم لسان يناقشوا قضايا الاقتصاد وما جد فيه من أقضية وما يحتاج إلى حل. كان يرأس كذلك الغرفة التجارية الإسلامية لكي يهتم بالمسلمين في كثير من الأماكن في باب التجارة وتبادل المنافع. الشيخ صالح كامل له هذا الفضل الكبير وله علينا حق الدعاء له، وإني لأرجو من أحبتي جميعاً ممن استفاد من هذه القناة، وكثير من المسلمين قد استفاد وأنا على علم بذلك، فقد صحبتها أكثر من 20 عاماً وطفت كثيراً من بلدان العالم الإسلامي ورأيت أثرها فيهم، من حقه عليهم أن لا ينسوه من الدعاء، أن يدعوا لهذا الرجل الذي ترك علماً نافعاً وفضلاً مباركاً وثمرةً في باب الاقتصاد الإسلامي. أنا لا أتحدث عن البنوك، وإن كان البنوك البركة هي ممارسة للاقتصاد الإسلامي، لكن القضية ليست قضية استفادة ونوم عليها، ولكنها استفادة وتأصيل وترسيخ بعلم ومعرفة واستزادة مما عند علماء الأمة من أجل أن يعلم الأمة كلها أن منهجها المالي الراشد الذي يجعل الله العاقبة له والرزق معه والسعة معه والأمان الاقتصادي في المستقبل معه هو منهج الاقتصاد الإسلامي. المهم، نسأل الله أن يغفر لك يا أبا عبد الله وأن يرحمك، وأقول هذا أبتغي به وجه الله، لا أبتغي بكلامي وجه الله، وأعلم ما أعلمه عن قرب، فلقد سافرت معه وعرفت الرجل عن قرب، يحمل في قلبه المودة والحب للمسلمين والولاء الصادق لولاة الأمر.
نعم، والولاء الصادق لولاة الأمر، إنه رجل مبارك، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.